ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا كلكم بخير. انا النهارده مش هكلمكم بنور الشمس راحت، بنور اللي فاتحه قناه على اليوتيوب. النهارده هكلمكم بنور صاحبه مشروع لونا للشموع وديكور المنزليه. عايزه اسالكم حاجه، شايفين نعومه؟ بلاش دي، بس شوفوا ديت. مشروع الشموع دوت انا هكلم عليه بالتفصيل، واي حد عايز يبدأ المشروع دوت هقول لكم تعملوا ايه وكده. اهوت هقول لكم كمان انا بدأت ازاي والفكره جات لي ازاي. الفكره بدأت من، عايزه بس قبل ما اكمل عايزه اوريكم الجمال ده. شايفين ريحتها تحفه، ريحتها تحفه. طيب بدأت من 2018 وبدأت اخد الشموع القديمه اللي عندي، وبدات ان انا اسيحها واحطها ببرطمان، وهوريكم صوره اول شمعه عملتها في حياتي. لغايه ما واحده واحده بدات اتفرج على حاجات على اليوتيوب، كان لسه اصلا الموضوع ده ما كانش موجود قوي وما كانش منتشر، فكنت بتفرج على الفيديوهات الاجنبيه. عملت اكتر من حاجه وبدات بكام حاجه وهوريها لكم. طبعا يعني في حاجات موجوده معايا لغايه دلوقتي ومش قادره ان انا اولعها ولا اعمل فيها اي حاجه، لان محتفظه بيها. دي اول حاجه، اول انتاج اصلا اعمله، وديت اول شمعه انا عملتها من بقايا الشموع اللي عندي. يعني ما كنتش جايبه شمع خام ولا اي حاجه خالص، لان كنت لسه مش عارفه عنه حاجه. بعد كده بدات بقى ان انا اخد الموضوع كدراسه، بقى ادرس الموضوع دوت، وما كنتش عارفه يعني ايه اصلا شمع أمج ولا نخيل ولا صويا ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. كنت يعني واحدة واحدة بدأت إن أنا أشتري حاجات، وطبعا أكتر شركة مشهورة في موضوع الشمع ده الشركة الوطنية للشموع. اشتريت منها نص كده على نص كده، وبدأت إن أنا إيه أعمل مع نفسي لغاية ما عملت حاجات كويسة. واحدة واحدة بدأت إن أنا أبيع. عايزة أقول لكم إن في ناس كتير جدا قايل لي يا نور مين اللي هيشتري شمع؟ مش كل الناس هتشتري شمع، ناس معينة، الناس اللي بيحب الشموع بس هم اللي هيشتروا. بس لا، بس لما اشتغلت لقيت الحمد لله ان في اقبال على الشمع. ودلوقتي عايزه اقول لكم ان بورسعيد مليانه ناس كتير بيبيعوا شمع، فالموضوع يعني لذيذ وجميل. والموضوع بالنسبه لي بيطلع نوع من انواع الابداع. انا بحب اطلع منتج كده ملموس، فالشمع بيطلع يعني بيشبع للرغبه دي. شايفين جمال. واحده واحده بدات ان انا اشتغل فيه، واحده واحده بدات ان انا اشتري منتجات زي الحاجات دي كلها اللي هي حوامل الشموع. شايفين؟ وبدات ان انا ابيعها، وجبت طبعا بقى فواحات فخار والحاجات دي كلها. اغلب الحاجات دي كلها مستورده طبعا. كل مدى بطور في المشروع. يعني اول حاجه كانت شموع بس، بعد كده هو بدات ان انا اشتري منتجات من ديت، جبت الحاجات دي كلها مستورده. وبعد كده بدأت ان انا اضيف شمع مهم جدا عندي وهو يميزني، وهو شمع. قبل ما اقول لكم هو شمع ايه، عايزه تروحوا اول حاجه تشوفوا اللمحه التاريخيه اللي موجوده على الشموع. اصلا الشمع ده اجى منين؟ طبعا ده انا لازم اعمل حاجه زي كده. الشمع ده اجى منين، واول ناس اشتغلت في الشمع، وهو كان مهم ليه ايام زمان وكده، وامتى بدأت اصلا صناعه الشمع. روحوا شوفوها وتعالوا تاني. نيجي بقى للفكرة اللي احنا بنقولها كل مرة وبنسأل سؤال، ايه هو تاريخ الشمع؟ وهنلاقي الاجابة. طيب اللي بيحب الشاي يروح يعمل شاي، واللي بيحب القهوة يروح يعمل قهوة، ويجي بقى كده هو نسمع الكام معلومة. طبعا انا مش هقول كل المعلومات اللي موجودة في المقالة، وهسيبها تحت في الديسكريبشن عشان تقرؤوها كلها. طبعا الناس الجميلة اللي مهتمة، تعرفين ان الآلة اللي اخترعوها عشان تنتج كميات كبيرة من الشموع اللي اخدت براءة اختراع كانت سنة 1834. قبل ما نعرف مين اللي اخترعها هنعدي على مراحل صناعة الشمع. مراحل صناعة الشمع دي ما كانتش مرحلة واحدة، لأ، كان كل حضارة ليها طريقتها في صناعة الشمع. أول حضارة هنتكلم عنها ألا وهي حضارتنا الفرعونية، وكانت من 3000 سنة قبل الميلاد. كانوا بيكوبوا اللب بتاع القصب، وكانوا بيغرسوه في الدهون بتاعة الحيوانات ويصنعوا منه الشمعة. أما الحضارة الرومانية بدأوا إن هم ينتجوا الشموع من حوالي 500 سنة قبل الميلاد، وبدأوا إن هم يغرسوا ورق البردي أكتر من مرة في الشحوم بتاعة الحيوانات أو شمع العسل. وكانت الشحوم ديت كانت مشتقة من لحم الأبقار والأغنام، وكانت مهمة بالنسبة لهم في الطقوس الدينية أو إضاءة المنازل. هنعدي بقى على الصين
هنلاقيهم كانوا بيستخدموا دهون الحيتان لصناعة الشموع، وكانت في عهد أسرة تشين، ودول أول ناس بدأوا إن هم يستخدموا القوالب الورقية، والمؤرخين بيقولوا إن هم بدأوا إن هم يبتكروا الفتيل من ورق الأرز، وكان في منهم بيستخرجوا الشموع المصنوعة من النباتات. هنيجي بقى الكوكب اليابان الشقيق، وكانوا بيصنعوا الشموع من الجوز. بقى في الهند كانوا بيصنعوا الشموع من ثمار شجر القرفة، وده كان من 200 سنة قبل الميلاد، وكانت شموع الشحم من الشموع الشائعة في بيوت الأوروبيين، وبدأت تتطور مهنة صناعة الشموع وبدأ يكون ليها تجار. وكان أول ناس بدأوا إن هم يساهموا في صناعة الشمع هم النساء في أمريكا، عشان تعرفوا إن المهنة دي تحسها إن هي إيه نسائية سيكة. بعد المراحل دي كلها هنيجي بقى جوزيف مورجان اللي كان عايش في مانشستر، أخد براءة اختراع لأول آلة لصناعة الشموع، كان بيصنع 1500 شمعة في الساعة. بعد كده بدأوا إن هم يكتشفوا في الخمسينات، بدأوا إن هم يكتشفوا شمع البرافين. طبعا كلنا اي ناس بتشتغل في الشموع طبعا عارفين ايه هو شمع البرافين. وفي اخر حاجة بقى، في التسعينيات بدأ شعبية الشمع تكبر جدا، سواء للصناع او للناس اللي بتبيع، وبدأوا يطلعوا انواع جديدة للشموع زي شمع النخيل وشمع فول الصويا. وكده نبقى عرفنا مراحل تطور الشمع واول آلة اخدت براءة اختراع لصناعة الشمع. دمتم مبدعين، مع السلامة. اتمنى تكونوا استفدتوا. طبعا ديت شمعة المساج، هي انا استخدمها منها وهستخدمها قدامكم دلوقتي. تمام، هنسيبها شوية لغاية اخر الفيديو وبعد كده استخدمها قدامكم. الشمع ده برضو من الشموع الجميلة جدا. بعد كده بدأت اشتغل في ديت الكور الفوارة اللي بتتحط وتعمل بابلز في البانيو وكده، فناس كتير جدا ما عندهمش بانيو، فعملت بالحجم ده عشان يتعمل للباديكير. عايزة اقول لكم ان هو انا حاطة فيه زيت زيتون وحاطة فيه حاجات كتيرة جدا حلوة، واكتر من حد استخدمه وشكر فيه. فدي من المنتجات الجديدة اللي في شركة لونا. انا عايزة اقول لكم ان اي حد عايز يبدأ مشروع ديت حاجة مش صعبة، هي بس محتاجة انك تستمري فيها، شايفين الجمال، ومحتاجة ان يكون عندك حس ابداعي، تبدعي في الحاجه وتبقي حباها قوي عشان تنجحي فيها. طيب اخر حاجه عايزه اتكلم معاكم فيها، عايزه اوريكم المنتج ده. المنتج دوت فيه فكره حلوه قوي قوي، مش غير بس ان هو بيستخدم في الفواحات، هو كمان ليه استخدام تاني. ديت بنوته على الانستجرام عملت الفكره ديت وانا عملتها، والفكره دي تحفه جدا. فانا هقولها لكم، ان هي بعد ما بتنظف الحوض تغسل كل المواعين، بدات ان هي تسد الحوض وتنزل وتفتح الحنفيه شويه بحيث ان هو يكون فيه شويه ميه، وتقوم حاطه كام نقطه من دي او اي زيت عطري عندك، اي زيت عطري عندك استخدميه وحطي كام نقطه. انا عايزه اقول لك انك هتلاقي ريحه المطبخ جميله جدا، وتصحي كده ريحه المطبخ حلوه قوي وهتبقي مبسوطه بيها. اخر حاجه بقى عايزه اتكلم فيها، احنا ليه اصلا بنجيب شمع، وليه ايه اهميه الشمع اصلا في البيت؟ هو بس مش الديكور، هو ليه حاجات تانية هقولها لكم. ماشي، قبل ما نتكلم عن فوائد الشمع عايزه اعلن لتاني مره عن بوكس اسمه بوكس الدلع دوت من اختراعي. البوكس دوت من البوكسات اللذيذة قوي اللي انا عملتها، فروحوا شوفوا الفيديو وبعد كده نتكلم. مساء الخير، حابة اشارككم النهاردة بوكس جميل ورايق جدا. البوكس ده اسمه بوكس الدلع من لونا. اول حاجة فيه توكة لطيفة وكيوت قوي، وبعد كده فيه شموع صدف وبابلز تقدر توزعيها في المكان او في الباث عشان تعملي جو لطيف رومانسي. في كرة فوارة ريحتها تجنن، ريحة اللافندر، وفيها ترطيب عالي كمان لأن فيها زيت زيتون. تقدر تحطيها في البانيو وتقدر تستخدميها للبديكير بس. والبوكس كمان في ماسك الذهب، عبارة عن سكراب للجسم كله، تقدر تستخدميه لجسمك كامل، تقدر تستخدميه لإيدك ورجلك بس. وهنا بقى الروقان كله، شمع مساج. أنا أول مرة أسمع بالشمع ده وكنت خايفة منه، بس اكتشفت إنه شمع لطيف جداً على البشرة
ودافي والمسه حلوة قوي على البشرة، والبشرة بتمتص بسرعة جدا لأنه دافي. أتمنى يكون البوكس عجبكم، وأي حد عايز يبيع البوكس دوت من خلالي يكلمني وهنتواصل مع بعض وهيبقى لي نسبة حلوة قوي. طيب آخر حاجة بقى خالص نتكلمها عشان نختم الفيديو ده، انا صراحه مش عايزه اختمه وانا مبسوطه بيه قوي. اخر حاجه بقى نقولها بجد خالص، اخر حاجه بقى نقولها، ايه هي اهميه الشموع؟ اول حاجه خالص وانتي بتشتغلي لو ولعتي شمعه هتحسي بهدوء نفسي، لان اصلا الشموع النار اصلا بتسحب طاقه سلبيه اللي موجوده في المكان. طبعا في ناس كتير جدا عارفين الحاجات دي، طبعا هم في احنا في اليوجا او لما اي حد بيعمل مديتيشن بيشغل شموع لان هي بتسحب اي طاقه سلبيه موجوده في المكان. فلو انت شغلتي وانت بتشتغلي انا او بتذاكري انا اوعدك ان هو هيعمل لك زي راحه نفسيه كده. تاني حاجه وجوده في البيت مبهج جدا جدا. تالت حاجه انت لو عملت شغل البيت كله وبعد كده عملت شمعه وبداتي ان انت تاخدي كل المنتجات العنايه بتاعتك وولعتي الشمعه وبداتي ان انت كده الشمعه شغاله وفي موسيقى وبداتي ان انت تشتغلي بمنتجات العنايه بتاعتك، صراحه ممكن تاخدي مثلا بوكس الدلع مثلا، يعني عايزه اقولك ان دوت هيبقى هتعتبريه ان ده وقت لنفسك، سواء انت متجوزه او مش متجوزه، وهتحسي براحه نفسيه تكملي بيت اي حاجه بتعمليها سواء مذاكره او شغل بيت او اي حاجه. رابع حاجه وجوده في البيت كديكورات مقفولة حلو قوي. لو انت عروسة لو اخدتي كم منتج من عندي وحطيتيها في النيش وقفلتي عليه كل ما تفتحي النيش هتشمي ريحة تحفة. فده كمان خامس استخدام للعرايس. طبعا استخدام مهم جدا اللي هي شمعة المساج. بصوا انا هو ما بيحرقش، بصوا اهو نزلت ما حرقنيش ولا اي حاجه ومرطب حلو قوي للجسم اهوت. وطبعا شمع المساج دوت موجود في البوكس الدلع مش حماكي من حاجه اهوت. سادس بقى استخدام لي ومهم جدا جدا في الاستخدام دوت، ان انت ممكن تهادي بيه صحابك، تهادي بيه ناس انت بتحبيها. سابع استخدام اللي احنا كلنا بنستخدمه اللي هو الاعياد الميلاد والمناسبات الرومانسيه، طبعا انتوا فاهمين. اخر بقى استخدام في السبوع، دلوقتي بقوا بيعملوا بهدايا حلوة جدا جدا في السبوع او الافراح او ليالي الحنة. فعايزة اقول لكم ان الشمع ده بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا. اخر استخدامين لي طبعا لو انت بتحب القراية وجود شمعة وانت بتقرأي مهم جدا، واحنا دلوقتي في الشتاء فهيبقى حلو قوي ومدفي جدا. اخر حاجة بقى استخدام اللي هم يعني 10 فوائد زي ما قلت. اخر فايدة بقى ده لو حضرتك يوتيوبر حضرتك بلوجر، الشموع مهمة جدا وانت بتصوري المنتجات، الشموع مهمة جدا وانت بتعملي مثلا فيديو هتحطي ديكور شمعة هنا او هنا هيدي منظر تحفة جدا للمكان للتصوير بتاعك. لو انت بتصوري منتجات برضو الشمع مهم جدا، هيبقى شكله اصلا مبهج، هيزود من قيمة الحاجة بألوانه بأشكاله. لو انت بتعملي ديكورات افراح او اي حاجة طبعا الشمع مهم جدا جدا. بالمناسبة ديت انا هعمل عرض حلو قوي قوي قوي، اي حد هيشتري من عندي، اي حد هيجيب هياخد من عندي شموع، عرض 15% على اي حاجة تطلبيها، بس اهم حاجة تطلبي حاجة اكتر من 100 جنيه، مينفعش اقل من 100 جنيه. طول ما انت اكتر من 100 جنيه وانت طالعة اي حاجة هتطلبي مجموعة حاجات كده هوت، نحسب السعر كذا نخصم منها 15% ومبروك علي. وكده هوت تبقي انت دعمتيني وشجعتيني ان انا اكمل. شكرا جدا ليكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي حد عنده فكره مشروع ما يوقفش ويشتغل فيها. دمتم مبدعين، مع السلامه.